شباب شرفكم مدام خلص الدوام خسوا لنا سفرة. ما عندي فلوس. حتى لو جوا العراق. حتى لو ما عندي فلوس. تقول ليش قد تبكي بوجه الله؟ زين عوف السفرة خلنا نروح نشوف لنا فيلم. روح أنت أنا ما أجي. ليش؟ ما عندي فلوس. لك هي 10,000. بيطلعن النايم علينا. يعني شلون واحد ينام على فلوس؟ ما عندي فلوس شباب. أنا لو عندي فلوس أبقى يمكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. منو كعكي؟ هذا كعكي. لك انت ما تستحي ما تخجل، صار ساعه منتظرك بباب الكليه. انت دازك عمو محمد؟ اي انا ابو الحنيه اللي دازني عمو محمد. جبت لك الفلوس. يا فلوس 25 مليون ربع هذا الشهر مال الفلوس اللي مشغلهم عندنا. 25 مليون؟ لا حبيبي كعكم يلا فلوس. صدقوني مو ملاتي، انا لو عندي فلوس ابقى يمكم. زين واحترم مواعيد العالم. مع تحيات ابو الحنيه. باي شباب. اويلي اجتي حقك موقف الكلية على تكرجي اخلو بس اعرف منو تحب. كافي بطلوا تفكرون بهاي السوالف. ايش بيكم؟ عقلكم بس بنات؟ اسكت اسكت، انت اكثر واحد بالكلية عندك علاقات. اني؟ لك انا مين اعرف بنات؟ وداعت هذا الاغراب ما اعرف بنات. لك انا اذا اعرف بنات ابقى يومكم. لك والله ما راح اتخرج وراح ابقى بالكليه لحد ما تحبني هيك وحده. انا اصلا ما راح انجح لان درسين غبت بيهن وانا درسين ماجلهن وانا كلهن ما مجاوب بيهن. هو شو وقت الدور الثاني؟ مبروك هم ناجح هم الاول على الكليه. جيت تقرا لك هم بكيت. صدقوني مو نتيجتي هاي. انا اذا اطلع الاول ابقى يمكم. شباب شنو الموضوع؟ مناوين تطلعون سياراتكم منا؟ قراج على باب الله. هسه لا عندكم محاضرات، لا عندكم شيء. يا معود اتهمنا يا ابو اتهمنا. بس العفو كعكي. كل ما اقول لك على قراجيه تقول لي ما عندي بس هاي ال 10,000 وراح ادير بها بنزين، شو كنت تعطيني قراجيه؟ تخيل يوم حتى هاي ال 10,000 ما عندي. اعطيني باكر ارجع لك اياها. لك كعكي سيارتك بسعر بيتي، تطلعهم الخاطر الله. يا معود مو سيارتي هاي. هي هاي لو سيارتي انا بقيمكم. كافي تبكي بوجه الله.